أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج كل الحكاية نقدمها لكم من قناة الأيام. موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع هو المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية والاتهامات الموجهة إليها بأنها تسببت بزيادة الانقسام في المجتمع الأمريكي. أهلا بكم. حسمت المحكمة الأمريكية العليا الجدل حول قانون الإجهاض بولاية تكساس، والذي بدأ العمل به منذ سبتمبر الماضي ويمنع الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل. المحكمة رفضت دعاوى تعطيل قانون الإجهاض، بما يعني استمرار سريان العمل به، ما يشكل ضربة قوية للمدافعين عن حق الإجهاض. وبموجب القانون فإن العيادات الطبية والأطباء الذين يجرون عملية إجهاض في تكساس قد يتعرضون لملاحقات قانونية في حال أتت بعد الأسبوع السادس من الحمل. الرئيس الأمريكي جو بايدن من جانبه أعرب عن قلقه حيال قرار المحكمة العليا بترك القانون المعمول به في تكساس، مشيرا إلى أن حقوق النساء تتعرض لهجوم في ولايات عدة. The president is very concerned by the Supreme Court's decision. يشعر الرئيس جو بايدن بقلق بالغ إزاء قرار المحكمة العليا الذي يسمح ببقاء سريان قانون الإجهاض، نظرا لعواقب القانون على النساء في تكساس وفي جميع أنحاء البلاد وعلى سيادة القانون. أود أن أكرر أن الرئيس ملتزم بشدة بالحق الدستوري للنساء من خلال تمرير قانون حماية صحة المرأة. القرار انتقدته أيضا منظمات حقوقية تدير عيادات إجهاض في تكساس، ووصفته بالغير المناسب والغير الإنساني. أما المدعي العام في تكساس الجمهوري كي باكستون، فاعتبر أن قرار المحكمة هو انتصار كبير مرحب به على غرار معارضين آخرين لحق الإجهاض ببقاء القانون. أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة مؤخرا قرارين أدياء لخروج تظاهرات شعبية تندد فيهما. هما القراران المتعلقان بموضوعي الإجهاض وحمل السلاح، والذين يعتبران من المواضيع الحساسة التي أدت لحدوث تجاذبات واستقطابات في المجتمع الأمريكي. وهنا بدأ التساؤل عن دور المحكمة العليا في إيجاد ثنائية قطبية وتشديد الأزمة السياسية بعد اتهامات وجهت لها بتبنيها لأفكار الجمهوريين في قوانينها. هذا ما سوف نطرحه على ضيفينا في هذه الحلقة من برنامج كل الحكاية، الأستاذ الجامعي في جامعة أموري في ولاية أتلانتا الأمريكية السيد مارك بارلين، وكذلك أستاذ الحقوق في جامعة ميشيغان السيد ريتشارد فريمان. أبدأ معكم سيد مارك بارلين، وسؤالنا لكم حول القوانين الأخيرة التي تم إصدارها من قبل المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، هل هي بالفعل أدت إلى زيادة الشرخ في المجتمع الأمريكي في توجهات وأفكار العموم في المجتمع الأمريكي حول صحة هذه القوانين ودعمهم لها بين مؤيد ومخالف لهذه القوانين؟ كيف ترى أنت هذا الأمر؟ That's become hard to determine these days because the media. من الصعب تحديد هذه الأيام لأن الإعلام في الولايات المتحدة بشكل عام معزول عن العد الأمريكي. يسيطر الأشخاص الذين يعملون في واشنطن العاصمة ونيويورك على وسائل الإعلام، وعادة ما يكون الصحفيون أشخاصاً يذهبون إلى مدارس النخبة. لقد نشأوا في أحياء عالية الدخل، وتم إعدادهم منذ سن مبكرة لدخول صفوف النخبة في بعض المجالات، بما في ذلك الصحافة، وهم أكثر نفوراً أو جهلاً من الأمريكيين العاديين من أماكن أخرى. يتحدثون مع بعضهم البعض أينهم يعيشون في هذه المناطق الحضرية الكبيرة.
على الساحل الشرقي، لذا فهم لا يعرفون ما الذي يحدث بالفعل مع الأشخاص الذين يعيشون في منطقة ريفية في وسط الولايات المتحدة. لذلك فإن تقاريرهم عن المشاعر العامة لا يمكن الاعتماد عليها، ولذلك عندما يبلغون في يبلغون عن احتجاج، دعنا نقول عن حادثة عنصرية في مكان ما، إذا كنت تعرف حقا فأنت تعرف الكثير من حقائق تلك الحادثة، تقرأ تلك التقارير وتقول يا فتى إن المراسل قد حصل على هذا خطأ حتى الآن. فهم يبالغون في الشعور العام بالتوافق مع وجهة نظرهم اليسارية وسياسة الهوية قوية جدا في هذه الدوائر الصحفية. الصواب السياسي قوي للغاية، والمحافظة الاجتماعية السيئة حقا في نظرهم. فالأشخاص المتدينون بشدة ويؤمنون بالأسرة ويؤمنون بالزواج التقليدي بين الرجل والمرأة، معظم الصحفيين في وسائل الإعلام يعتبرونهم متخلفين وجاهلين وخطرين بالفعل. لذلك أعلم وأعتقد أنه من الحكمة للجميع أن نتعامل مع القصص الإعلامية بالكثير من الشك. كان الاستئناف ضد قرار المحكمة العليا التي أعلنت عدم وجود حق قانوني للإجهاض مثل القرار السابق، يتفق الجميع الآن على أن هذا القرار كان حكما قانونيا سيئا، وترافق مع ذلك تقديمه علمانية في الحياة الأمريكية في الستينيات، ومن خلالها كان اتفاقا اجتماعيا حقا وليس اتفاقا قانونيا، حيث كانت هناك حجة ضعيفة للقول بأن هناك حقا في الإجهاض في الوثيقة الدستورية الأصلية. يعلم الجميع أنهم اختلقوها من فراغ، لكنهم اعتقدوا في الواقع في المحكمة عام 1970 71 72 أنه بمجرد اتخاذ هذا القرار سيختفي الأمر برمته. حسنا، لقد وجد معارضو الإجهاض أنفسهم في ارتفاع في شعبيتهم، وعلى مدى العقود القليلة الماضية كانت أمريكا منقسمة تقريبا حول مؤيدة للحياة أو مؤيدة للاختيار. ما لم يفعله هذا القرار لم يحظر الإجهاض ولم يجعله غير قانوني، وقالت إن الإجهاض ليس حقا مضمونا دستوريا، مما يعني أن الأمر متروك لكل ولاية، يمكن لفلوريدا أن تفعل ما تريد، يمكن لتكساس أن تفعل ما تريد، كاليفورنيا يمكنهم جميعا القيام بأشياء أخرى، لكن هذا هو نظام الفيدرالية كما يطلق عليه في الولايات المتحدة، حيث يترك ما هو غير موجود في الدستور لتقدير كل ولاية. لذلك عندما يخرج الناس ويحتجون في كاليفورنيا على أنه لا الإجهاض، فإنهم يقولون لا سوف تتأذى النساء. حسنا، هذا لن يتغير في كاليفورنيا، ستحتفظ كاليفورنيا بقوانين الاختيار الاحترافية بغض النظر عن أي شيء، وينطبق الشيء نفسه في ماساتشوست ونيويورك وإلينوي وجميع الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية، لن يتغير ذلك. لذلك أعتقد أن التطورات أصغر مما يتوقعه الناس، وأن التطورات التي تحدث على ما أعتقد تضخمها وسائل الإعلام. نعم، سيد ريتشارد فريمان، يعني برأيك القرارات والقوانين التي صدرت عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، هل كانت تنحاز إلى حزب معين
وهل للتشكيلة القضاة العاملين فيها تأثير في القوانين وفي القرارات الصادرة؟ Well, okay. So I think it's absolutely clear that. جيد جدا. لذلك أعتقد أنه من الواضح جدا في قضية دوبس على سبيل المثال أن قضية الإجهاض ظهرت ببساطة لأن أعضاء المحكمة تغيروا. وفي السنوات الأخيرة كان جميع المرشحين الديمقراطيين تقريبا للمحكمة العليا هم نحن عليه، وعادت لصالح نحن نسميها خيار، والمرشحون الجمهوريون هم نسميها المؤيدين للحياة. لذا بهذا المعنى نعم، إنها مسألة انتماء حزبي بالكامل. من الناحية التاريخية عادة ما يكون الخط غير واضح. كان هناك قضاة ليبراليون معنيون من قبل الرؤساء الجمهوريين، والقضاة المحافظين المعنيين من قبل الرؤساء الديمقراطيين، لكن في السنوات الأخيرة كانت في الغالب محاذاة مع خطوط حزبية قوية للغاية. نعم سيد مارك بارلين، يعني هذا الموضوع يتم انتقاده كثيرا، موضوع أن التركيبة أو التشكيل للقضاة العاملين في المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية هم يتبنون أفكار أحزاب إما جمهورية أو ديمقراطية. كيف ترى أنت هذا الموضوع، وهل هذا الانتقاد لهذه الحالة في مكانه؟ Well, I don't know. That's a hard question. The founders. حسنا، لا أعرف هذا لأنه سؤال صعب. عين المؤسسون قضاة المحكمة العليا مدى الحياة حتى لا تتأثر قراراتهم بالرأي العام. تم تشكيل المحكمة العليا بشكل منفصل، ويجب التعبير عن الرأي العام بشكل أكبر من خلال الكونغرس ومجلس الشيوخ ومجلس النواب. تم إنشاء المحكمة فقط لتفسير القوانين على أساس الدستور، ولم نكن نريد أن يقلق القضاة أو يقلق القضاة بشأن عزلهم، فقد تم تصميمه لضمان تحررهم من الضغوط السياسية. الآن الفكرة كانت إذا كان هناك قرار غير مؤات للغاية من المحكمة العليا، حسناً يمكن للناس أن يصوتوا لأشخاص في مناصب في الكونغرس، ويمكن للكونغرس تغيير القانون. إذا حصلوا على عدد كاف من الأصوات يمكنهم تعديل الدستور. يمكن للكونغرس في الواقع أن يقترح تعديلاً للدستور ينص على أن الإجهاض حق، وإذا حصلوا على أصوات كافية ستقول المحكمة العليا أوه إنه الآن قانون أرضي وعلينا تفسير الأحداث والمزيد من المناسبات. الدعاوى في ضوء ذلك القانون، فكانت هذه الفكرة. الآن لديك مشكلة مع وجود أشخاص في المحكمة لفترات طويلة من الزمن، إنهم متقدمون في السن وكبار، لا يمكنهم العمل بشكل جيد بعد الآن، ويتعبون بسهولة، يفقدون بعضا من حدتهم العقلية. لقد حدث ذلك في بعض الحالات، وسيكون من الجيد أن نفعل شيئا حيال ذلك، لكنني لا أفعل، أشك في ذلك. نعم بالحديث عن هذا الموضوع سيد فريمان، هل ترى أن الآراء العموم في المجتمع الأمريكي في هذا الوقت تتفق مع قوانين المحكمة العليا؟ I think the Supreme Court. لذا أعتقد أن المحكمة العليا لا تتابع الاقتراع حقا.
أعتقد أن معظم الأمريكيين يرغبون في الاحتفاظ بالحق في الإجهاض، وكان هذا القرار بغيضاً تماماً، لكن القضاة يعتقدون أن هذا ليس من شأنهم، هم ليسوا أعضاء في الكونغرس، إن وظيفتهم هي فرض القوانين التي يعتقدون أنها مناسبة، وبالطبع يعتمد ذلك على أيديولوجيتهم الشخصية، لكنهم لا يقررون حقا ما هو شائع وما هو غير ذلك. بعيدا عن الأنظار، عادة ما يكون هناك نوع من التراجع في هذه القضية بالذات، وما فعله القضاة هو أنهم قالوا لنا أن لا علاقة لنا بهذا الأمر، إنها العمليات السياسية التي يجب أن تتهم بذلك، وهذا ما سيحدث. يتم تحديد قضية الإجهاض حاليا من خلال العمليات السياسية بشكل رئيسي في الولايات، وأعتقد أن معظم الأمريكيين يريدون الاحتفاظ بحقوق إجهاض كبيرة، وفي معظم الولايات سيكون هذا هو الحد الأدنى، وفي بعض الولايات لن يفعل ذلك، لكن علينا أن نرى كيف سيختفي في غضون سنوات قليلة. أدعوكما ضيفينا للبقاء معنا ومتابعة هذه الفقرة التي أعدها فريق عمل البرنامج حول موضوع حلقة هذا الأسبوع، نتابعها ونواصل بعد ذلك هذا الحوار حول موضوع حلقتنا لنتابع سويا. مرة أخرى أهلا بكم في حلقتنا هذه من برنامج كل الحكاية، الترحيب بكم مرة أخرى، والترحيب مرة أخرى أيضا بضيفينا السيد مارك بارلين أستاذ الجامعة جامعة أموري في ولاية أتلانتا الأمريكية، وكذلك الأستاذ ريتشارد فريمان الأستاذ الجامعي أستاذ الحقوق في جامعة ميشيغان. سيد مارك بارلين، نسأل مرة أخرى، يعني بالنظر إلى أحداث السادس من كانون الثاني يناير واقتحام الكونغرس، كانت هناك تحذيرات كثيرة من أن البلاد قد تتجه إلى حرب داخلية بسبب الانقسام الكبير في المجتمع الأمريكي، ألا يعتبر هذه القوانين التي أقرت مؤخرا من قبل المحكمة العليا سببا آخر لزيادة الانقسام في المجتمع الأمريكي من وجهة نظرك؟ I have to say that the polarization is getting worse. يجب أن أقول أن الاستقطاب يزداد سوءا، وأن العديد من الأمريكيين أصبحوا غير واثقين من بعضهم البعض. الروابط المدنية الشعبية محطمة، لا يشعر الكثير من الأمريكيين بأنهم ممثلون بشكل جيد من قبل قادتهم، الجميع غير سعداء، هناك مزاج مرير في هذا البلد، لن أتفاجأ إذا كان هناك المزيد والمزيد من العنف. وشيء واحد سأقوله هو أن اليسار في أمريكا، التقدميين المتشددين، أرادوا ذلك، الثوار والمتطرفون يحبون الفوضى في المجتمع، إنهم يحبون تمزيق الناس، لأنه عندما تفعل ذلك يمكنك إدخال تغييرات ثورية. إذا كان الناس راضين أكثر أو أقل، إذا كانوا يثقون ببعضهم البعض أكثر أو أقل، فمن الصعب تغيير المجتمع. يحب اليساريون فكرة أن الأمريكيين يفقدون الثقة في مؤسساتهم، إنهم يحبون التوتر والعنف لا يزعجهم. إذا رأوا أنه يؤدي إلى تغيير ثوري، فإن الغاية تبرر الوسيلة في نظرهم. وبالتالي لدينا قوى في هذا البلد تحاول خلق الانقسام لأسباب تكتيكية،
وهي تعمل وتعمل بشكل جيد. اليوم في أمريكا لدينا حريات وفقدنا الكثير، حرية التعبير مع الإفلات من العقاب. تطرد العديد من المؤسسات المحافظين الاجتماعيين والمحافظين الدينيين من صفوفهم. لذلك من أجل الحصول على وظيفة في إحدى الجامعات عليك أن تكتب ما يسمى بيان التنويع، وفي بيان التنوع هذا يطلب منك في الواقع التعهد بالولاء للآراء اليسارية، وإذا لم تفعل فستفوز فستخسر الحصول على الوظيفة. هناك هذا النوع من الشمولية الناعمة في المؤسسات، ولسوء الحظ أصبح الحزب الديمقراطي في أمريكا داعما كبيرا لقوى السيطرة والإلغاء، وأعتقد أن الأمر سيزداد سوءا في السنوات القادمة في الولايات المتحدة مع تزايد عدد الأمريكيين. أدركوا أنهم أعداء الشعب. الذين يديرون المؤسسات يعتبرون ولا يحبون ذلك. وحدث في 6 يناير عبر هذا الأمر عن اعتقاد الناس بأنهم يكذبون علينا، يتلاعبون بنا، إنهم يتحكمون في مقاليد السلطة ولا يريدون التخلي عنها. أعتقد أننا سنرى ذلك يحدث مرة أخرى في هذا البلد. سيد ريتشارد فريمان، يعني تعقيبا على كلام السيد مارك بارلين وإضافة إلى كلامه، برأيك هل طريقة اختيار القضاء لأن يكونوا جزءا من قضاة المحكمة العليا الأمريكية هي السبب في إيجاد هذا الاختلاف وهذا الانقسام في المجتمع الأمريكي برأيك؟ حسنا، هذه هي العملية التي أجريناها منذ فترة طويلة. المواعدة مدى الحياة، وإذا كان علينا القيام بها مرة أخرى فلن نقوم بذلك بهذه الطريقة تماما. ربما لدينا ما يشبه فترة 18 عام، لأنها تؤدي إلى نتائج عشوائية تقريبا. على سبيل المثال، لم يتلقى الرئيس كارتر أي ترشيح، فاز الرئيس ترامب بثلاث فترات في فترة ولاية واحدة. لذلك قد لا تكون هذه هي الطريقة الأكثر منطقية لإعداده في هذا الوقت. تم ترشيح الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين، وكانت نتيجة المحكمة متحفظة تماما. هناك مقترحات لمحاولة جعله مدته 18 عاما. الطريقة التي تعمل بها هي القول حسنا، أنت في المحكمة العليا مدى الحياة، لكن أحدث 9 مرشحين فقط، وآخر 9 معينين فقط هم من يمكنهم التصويت. وقد ينجح الأمر إذا كان هناك قضاة غير مؤهلين والباقي من كبار القضاة. لكن في هذه المرحلة لا أعتقد أن هناك دعما سياسيا لتمرير شيء من هذا القبيل. كانت المحكمة على مدار 150 عاما الماضية دائما هيئة واحدة، ولديها 9 قضاة، وجميع 9 قد استمعوا إلى قضايا، وهذا هو استقرار القيمة. لكنها بالتأكيد فضلت الجمهوريين في السنوات القليلة الماضية. نعود إليكم مرة أخرى سيد مارك بارلين، يعني بمتابعتك للمجتمع الأمريكي ويعني لكل التطورات التي شهدها وتحدثتم عن المستويات خلال الفترة التاريخية في 60s و 70s، يعني في بداية الحلقة، برأيك إلى جانب هذه الأزمة الحالية بسبب موضوع الإجهاض وبسبب موضوع حمل السلاح بين المواطنين الأمريكيين، ما هي العناوين العريضة التي سببت نوعا من الأزمات الداخلية على مدى هذا التاريخ المعاصر للولايات المتحدة الأمريكية؟
Well, the schools in America have become another place mm-hmm. of controversy. Parents have become very important figures. حسناً، المدارس في أمريكا أصبحت موضوعاً آخر للنقاش. أصبح أولياء الأمور شخصيات مهمة للغاية، فالاحتجاج على ما يحدث في المدارس الحكومية وبعض المدارس الخاصة في أمريكا في الصفوف الابتدائية، عندما يكون الأطفال في سن السادسة أو السابعة يتعرضون لمحتوى جنسي يزعج والديهم، ويقوم العديد من المعلمين في الواقع بتقديم هذه الأمور في 8 أو 9 سنوات، يتعرضون لفكر إلى الفصول CRT، هذه الأشياء الجنسية ضد رغبات الوالدين، يقومون بذلك سرا، كما أنهم يجلبون نظرية العرق النقدية الدراسية الابتدائية التي تقسم الطلاب حسب العرق، والتي تهدف إلى جعل الطلاب البيض يشعرون بالذنب والخجل، ويشعر الطلاب ذوي البشرة السمراء بالقمع والضحية. نقوم بذلك مع الأطفال في سن 7 والـ8 والـ9 قبل وقت طويل من امتلاكهم حقا للمعرفة والمعدات العقلية للتعامل مع هذه الحقائق الإنسانية المعقدة، ويفعلون ذلك لأنهم يريدون تلقين الأطفال وجهة نظر اليسار، الرجل في المجتمع، وهذا أصبح قضية سياسية رئيسية في أمريكا. تعلمون، أدرك الماركسيون أن المدارس مهمة جدا. إذا تمكنت من الحصول على شخص في 6 والـ7 والـ8 من عمره وضربه بأيديولوجيتك، يمكنك القيام بالكثير من غسيل الدماغ. يمكنك الإعلان مع هذه المخلوقات الصغيرة البريئة وإحضارها إلى وجهة نظرك لفترة طويلة. لذلك بينما يريد الآباء من المدارس تعليم أطفالهم القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم والحقائق، غالبا ما تقوم المدارس لا نريد تعليم الرؤية الاجتماعية وتعليم فكرتنا عن العدالة الاجتماعية والعدالة العرقية، وقد أصبح خطا فاصلا لكثير من الناس، وهذا سبب كبير يجعل الكثير من الناخبين المعتدلين الذين قد يصوتون عادة للديمقراطيين أكثر ميلا للتصويت للجمهوريين هذه المرة، لأنهم لا يحبون موقف الديمقراطيين. هذه الأشياء، عندما يكون لديك شخصيات ديمقراطية ليبرالية ترفض القول إن المرأة فقط هي التي يمكنها الولادة، فنحن نعلم أننا تجاوزنا خطا كبيرا في الحزب الديمقراطي. هناك الكثير من الإنكار حول الاختلاف بين الجنسين، بين الرجال والنساء، ولهذا السبب أصبحت ظاهرة المتحولين جنسيا أمرا كبيرا. الكثير من إنكار الواقع على اليسار في أمريكا، وهو يدفع الناس في الوسط إلى اليمين، وسنرى ما سيحدث في نوفمبر عندما يكون لدينا انتخابات أخرى. في الأسابيع التي سبقت تلك الانتخابات سيحدث الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام، وسيحدث الكثير من الأشياء المجنونة في هذا البلد. سنرى ما إذا كانت الأمور ستتحول إلى عنف أم لا. أنا لست مندهشاً. نعم، حول نفس الموضوع سيد فريمان، يعني ما هي الأزمات الأخرى إلى جانب موضوع الإجهاض والسلاح في المجتمع الأمريكي؟ يعني وفقا لقراءتكم ومتابعتكم، ما هي أبرز النقاط الخلاف الموجودة في الوقت الحالي أو حتى خلال الفترة الماضية التي شهدها المجتمع الأمريكي؟
نعم، أعني كان هناك قرار مهم جدا قرب نهاية المصطلح. على سبيل المثال، الحد من سلطة وكالة حماية البيئة في اتخاذ تدابير لمكافحة تغيير المناخ. كان ذلك أمرا قانونيا إداريا. قررت أغلبية المحكمة ومرة أخرى 6 قضاة محافظين أن القانون الذي يمنح الوكالة سلطتها لم يكن محددا بما يكفي للسماح للهيئة بالقيام بما تفعله. قد كان قرارا مهما للغاية نظرا لتأثيره على الوكالة وجهودنا في مكافحة تغيير المناخ، ولكن أيضا بسبب ما قالته عن الحكومة الإدارية من أن هذه المحكمة حذرة للغاية ونوعا ما بشأن منح السلطة للمسؤولين. لم يتم توفيرها صراحة بالنسبة للكونغرس. حدث الشيء نفسه في وقت سابق من الفترة التي ألغت فيها المحكمة أمر إدارة السلامة والصحة المهنية الذي يتطلب تطعيمات متكررة أو اختبارات للعاملين في الشركات الكبيرة. مرة أخرى، اعتقدت أغلبية 63 شخص أن ذلك كان خارجا عن سلطة تلك الوكالة. إذن فهي مجموعة من القرارات التي يتم تقسيمها على أسس حزبية. مسلسل آخر كان عن الحرية الدينية، وفي الواقع ألغت المحكمة الاختبار الذي استخدمته لما يقارب من نصف قرن، وقررت الفصل بين الكنيسة والدولة، وبدت أكثر ميلا للسماح بالوظائف الدينية في التعليم العام. لذلك هذا مهم. في الفترة المقبلة ستستمع المحكمة إلى العديد من القضايا التي تنطوي على العمل الإيجابي في المؤسسات التعليمية، ولن أتفاجأ على الإطلاق إذا رأوا أن المؤسسات التعليمية العامة والخاصة لا يمكنها الانخراط فيما يعرف بالعمل الإيجابي، وفي الواقع أن تعطي نوعا من الأولوية في قبول الأقليات العرقية. نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه التوضيحات السيد ريتشارد فريما، أستاذ الحقوق في جامعة ميشيغان الأمريكية، وكذلك الشكر موصول للسيد مارك بارلين أستاذ جامعة أموري في ولاية أتلانتا الأمريكية. أيضا نشكركم ضيفانا على المشاركة معنا في هذه الحلقة، ونبقى معنا وننتقل إلى فقرة العالم الافتراضي ونشاهد كيف تطرق النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار على الشبكة العنكبوتية، كيف تعاملت مع موضوع قرارات المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية وانعكاسها على الانقسام الواضح في المجتمع الأمريكي حول قراراتها. لنتابع معا هذه الفقرة مع السيدة شبيب. نرحب بكم مشاهدينا في برنامج كل الحكاية، وننتقل معكم إلى وسائل التواصل الاجتماعي. إذ لا يزال حتى الآن يشكل موضوع الإجهاض انقساما اجتماعيا في أمريكا بين مؤيد وبين معارض. كيف تناولت وسائل التواصل الاجتماعي هذا الموضوع؟ نتابع معكم. قانون حظر الإجهاض الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا من قبل الحكومة العليا الأمريكية يغير قوانين العديد من الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان له تأثير كبير على القطاعات المعارضة من الناس في هذا البلد. ومن هذه الحالات تأثير هذا القانون على منتسبي وقوات الجيش. النساء في الجيش الأمريكي اللائي يتعرضن لمعدلات عالية من الاغتصاب يتعين عليهن الآن
محاربة عمليات الإجهاض غير المرغوب فيها الناتجة عن الاغتصاب. وكتبت صحيفة واشنطن بوست في هذا السياق أن القانون الذي يحظر الإجهاض يطال العديد من النساء العاملات في الجيش الأمريكي. ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يعتبرون أنفسهم أنصار الحياة Pro Life، ويعتقدون أن القوانين المتعلقة بحظر الإجهاض هي رغبة العديد من الأمريكيين، وأن المحكمة العليا وقد تدخلت بهذا الصدد في الوقت المناسب. أبي جونسون إحدى الناشطات الاجتماعيين كتبت في هذا الصدد: نحزن عندما تتعرض المرأة لإجهاض تلقائي إسقاط الحمل، لأن هناك حياة قد فقدت، وهذا ما نشعر به عند الإجهاض المتعمد أيضا. كتب والي سويفر أحد المغردين في تويتر عن تصرف الحكومة العليا الأمريكية في خلق فجوة بين الناس: تعمل المحكمة العليا الجمهورية التي أصبحت مسيسة وحزبية بشكل رهيب على تدمير المجتمع الأمريكي من خلال سعيها لإقامة دولة قائمة على نظرة مسيحية قومية بيضاء. 6 أعضاء متعصبين دينيين لا يهتمون بما يريده غالبية الأمريكيين. في نفس السياق كتب آدم كاتسبو: إذا ملأ الديمقراطيون المحكمة العليا بقضاتهم واعتبرها الجمهوريون غير شرعية، فسيؤدي ذلك إلى نزع الشرعية عن المحكمة العليا، وسيكون ذلك جيداً. فالمحكمة العليا لا تلعب دوراً بناءً في المجتمع الأمريكي، يجب تجريدها من القوة قدر الإمكان. ومع ذلك، تعتقد صحيفة نيويورك تايمز أن قضية الإجهاض أو قانون السلاح في المحكمة العليا للولايات المتحدة هي مجرد بداية للقصة، وستعلق المحكمة العليا للولايات المتحدة قريباً على العديد من القضايا المثيرة للجدل في الولايات المتحدة. المجتمع مما يجعل هذه المؤسسة تسمى المؤسسة السياسية والحزبية. منذ وقت ليس ببعيد أشاد ميتش موكونيل رئيس الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي في خطاب ألقاه بتصرفات المحكمة العليا لهذا البلد، واعتبره أفضل تشكيل للمحكمة العليا خلال 70 عاماً الماضية. وقد تلقى الكثير من الانتقادات في هذا الصدد، وكتب أحد مغردي تويتر في هذا الصدد يقول: إن ماكونيل هو مهندس العصور المظلمة في التاريخ الأمريكي. ما فعله ميتش ماكونيل بالمحكمة العليا سيكون له تأثير دائم على المجتمع الأمريكي. كما تم نشر استطلاعات رأي مثيرة للاهتمام حول دور المحكمة العليا في المجتمع الأمريكي. في إحدى هذه الاستطلاعات، 67% من الأمريكيين يقولون أو يعتقدون أنه لا ينبغي انتخاب قضاة المحكمة العليا لمدى الحياة، ويجب أن تكون لهم مدة خدمة محدودة وسن تقاعد إلزامي. مع هذه التغريدات مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصل معكم إلى ختام حكاية أخرى قدمها لكم من كل الحكاية على قناتي الأيام. نشكر لكم طيب المتابعة، ونلتقي بكم في الأسبوع المقبل وموضوع آخر يتعلق بالشأن الأمريكي على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي. حتى ذلك الحين، دمتم بأمان الله وحفظه، ومع السلامة.